بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بسكشن 2 of unit 10 of part 2 CMA 2020. هذا السكشن عنوانه cost volume profit CVP analysis theory. طبعا هذا الجزء مطروح بطريقة نظرية، معلومات نظرية، فهو معنون بتحليل العلاقة بين التكاليف والإيرادات الناتجة من كمية من المنتجات والربح الناتج من التكاليف مطروحة من الإيرادات. بس بشكل عام طبعا هذا تحليل، وهذه سي في بي، سي وفي وبي هي ابريفيشنز، احرف اولى من الكلمات هاي. بشكل عام لما بنشوف الكوست فوليوم بروفيت بنعرف انه هذه معناها البريك ايفن. شو معنى البريك ايفن؟ انه نقطة عندها تكون الكمية المنتجة إيرادات تساوي تكاليف، وبالتالي لا أرباح ولا خسائر، ما في أرباح ولا في خسائر. إذا زدنا الإنتاج بنصير نحقق أرباح، وإذا قللنا الإنتاج بنصير نحقق خسائر. أوكي، فيعني الآن حندخل ب هيا سكشن 2 Cost Volume Profit CVP Analysis Theory. عنوان اليونت Study Unit 10 CVP Analysis، تحليل اللي هي التعادل، هاي بيسموها التعادل أو ترجمها زي ما بدك Cost Volume Profit، العلاقة بين التكاليف والكمية المنتجة، والكمية أكيد فيها سعر بيع وبالتالي فيها إيرادات. نطرح التكاليف من الإيرادات، بظل عندنا رقم، الرقم قد يكون خسائر وقد يكون أرباح. إذا طلع الرقم زيرو معناته بريك إيفن، إذا طلع الرقم خسائر معناته أقل، لسه إحنا ما لحقنا البريك إيفن، ما غطينا مصاريفنا وتكاليفنا. إذا طلع أكبر غطينا المصاريف والتكاليف وحققنا بروفيت، زي ما هو هون كلمة هاي بي بروفيت. أوكي، purpose تايتل الأولى، الهدف also called break even analysis، تحليل التعادل، هي اسمها تحليل التعادل. CVP analysis is a tool، هذا التحليل تبع CVP اللي هو اسمه break even is a tool، هو وسيلة for understanding، لفهم the interaction، التداخل of revenues with fixed and variable costs، في إيرادات وفي مصاريف ثابتة أو تكاليف ثابتة، وفي مصاريف متغيرة أو تكاليف متغيرة. أوكي، إذا تساوى مجموع المصاريف الثابتة والمتغيرة مع الإيرادات، فإن النقطة التي عندها تتساوى أي كمية الإنتاج، فإنها تسمى نقطة التعادل. It eliminates how، هذه الطريقة أو هذه التول تضيء، تنير الطريق. How changes، كيف أن التغيرات in assumptions، افتراضات about cost behavior، كيف تسير التكاليف، في تكاليف ثابتة في تكاليف متغيرة. And the relevant range، الريليفنت رينج اخذناه بشابتر 5 من البارت الاول. الريليفنت رينج هيو جبت لكم انا رسمتين، هيو هذا ريليفنت رينج، هيو عند انتاج 50,000 حبه بتكون التكاليف 200، اذا بدنا نقفز بصير الانتاج 75,000 حبه، بصير ريليفنت رينج هنا جديد، بيقفز بصير جديد. إذا من هون لهون اسمه relevant range. أوكي؟
طيب مكتوب هون defined in CMA part 1 in study unit 5 sub unit 2. ارجع لها للبارت الاول بيونت 5 sub unit 2. In which those assumptions, هذه الافتراضات are valid, متاحة في افتراضات معينة. اوكي يعني هاي الافتراضات كيف تتغير الافتراضات بالنسبة لسلوك اللي هي التكاليف سواء كان متغيرة أم ثابتة والريليفانت رينج. طبعا بالريليفانت رينج التكاليف الثابتة ثابتة، هاي فرضية أو افتراض موجود هناك هون بالعنوان هذا يونت 5 سب يونت 2. كذلك الفاريبل كوست بير يونت ثابتة، الافتراضات الفاريبل كوست بير يونت يعني الماتيريال ثابت، الليبر ثابت، الدايركت ليبر، الفاريبل اوفر هيد ثابته، الافيشنسي ثابته، فبدك ترجع لها وتشوف هناك. In which those assumptions هذه الافتراضات are valid may affect the relationship among revenues. بافتراض انه التكاليف الثابته ثابته والفاريبل كوست بير يونت ثابته بينما التوتال فاريبل كوست متراكمه بتزيد حبه حبتين ثلاث اربعه بتزيد. اذا هذول كليات الافشنسي ثابته يعني 70 جرام او 50 جرام علبه البيبسي بتظلها 50 جرام، اذا طلعت 60 معناته وي ار ان افشنت بالشركه. اذا بنفترض انه الافشنسي زينا زي البنش مارك في المانيا، شركه زينا تشتغل بالبيبسي بناخذ منها هذه المجرمنتس أو الكوانتيتيف ميجرمنتس. إذا ار فاليد مي افيك ذا ريليشن شيب امونج ريفينيو، إذا هناك علاقة بين الإيرادات والفاريبل كوست والفيكس كوست ات فاريوس برودكشن ليفل. ات فاريوس برودكشن ليفل قصده إنه ات ديفرنت ريليفانت رينج، هنا في فاريبل وفيكس، فاريبل كوست وفيكس وريفينيو، وهون كمان في فاريبل مختلف وفيكس مختلف وريفينيو مختلف. اوكي خلينا نرجع لهون ونفرجيكم الرسمة هاي مشان نوضح الفكرة. هاي نقطة التعادل، عندها تتساوى الإيرادات مع المصروفات لا خسارة ولا أرباح، وإنما هي عند 50 حبة بننتجها ونبيعها فإن المبيعات والتكاليف متساوية 150 دولار أو 1000. وهنا في عندي تكاليف ثابتة هي فيكس كوست، وبعديها بتيجي التكاليف المتغيرة من النقطة هاي تنطلق التكاليف، لأنه التكاليف تبدأ من الفيكس، الفيكس ثابتة ما عليها، إن شاء الله بتنتج حبة أو بتنتج صفر أو بتنتج 100 ألف حبة ضمن الريليفانت رينج. بعدين بتصير كل حبة بتزيد مقابلها فاريبل كوست، شوف تزداد هيها توتال فاريبل كوست تزداد. بعدين بيجي الريفينيو من الزيرو يتقاطع، طبعا الريفينيو نفس الشيء بيزداد، حبة بيبسي 25 سنت، حبتين 50، ثلاث حبات 75، أربع حبات 100 وهكذا. إذا يتقاطع عند النقطة هاي، معناته بالنقطة هاي في عندنا بسموها بريك ايفن بوينت. إذا طلع هاي فيكس وهاي من هون لهون فاريبل لحد هذا، ومن هون لهون كلياته ريفينيو، والريفينيو ناقص الفاريبل ناقص الفيكس يساوي النت بروفيت. أيوه أوكي، يعني بس مشان الواحد يقدر يجمع وهو يقرأ بالمعلومات تاعي. At various production levels معناته at various relevant range، هاي مستوى هاي مستوى. Thus خلينا نشيل النت. CVP analysis allows management to discern، إذا تحليل CVP يسمح للإدارة
إنها تفهم تستوعب the probable effects النتائج المتوقعة أو الآثار المتوقعة of changes للتغييرات in sales volume بكمية المبيعات sales price بأسعار المبيعات and product mix بخلطة الكمية بمعنى أنه مرات منبيع A منتج و B منتج و C منتج. Okay. The break-even point is the level of output. هي عبارة عن مستوى الأوتبوت المنتج at which total revenue equals total expenses. Hey. Total revenue. هذا. هيو. هذا الخط هايش الأسود يساوي total expenses اللي هي الفاريبل زائد الفكس. هون هذه break even. It is the point at which all fixed costs have been covered. هذه النقطة بنكون سكرنا كل التكاليف الثابتة اللي هي هاي الثابتة من هون لهون زائد المتغيرة من هون لهون. And operating income is zero. هنا ما في لا loss ولا profit. إذا operating income الإنكم تبع العمليات zero. CVP analysis is used not only for planning. إذا تستخدم CVP analysis ليست فقط للتخطيط but also to assist in determining whether to accept a special order. يعني ما بنحطها فقط من أجل وضع خطة اللي هي البادجيتنج، والبادجيتنج موجودة بشابتر 10 بالبارت الأول، وإنما كذلك لكي نقبل أمر إنتاجي معين. حنشوف التفاصيل. إذا جانا أمر إنتاجي معين ندخل في معادلة البريك إيفن بوينت ونشوف هذا الأمر قديش الكمية التي يجب أن ننتجها، وبعد ذلك تحقق من خلالها نقطة التعادل، وبعد ذلك ننتج أكثر مشان نحقق أرباح. أوكي طيب، إذا هذه بجيبها على جنب. Assumptions of CVP فرضيات تقوم عليها نظرية CVP، يعني بدك تفترض انه هذا ثابت وهذا كذا وهذا كذا. يعني حنشوف cost and revenue relationships are predictable and linear. علاقة الريفينيو والتكاليف متوقعة يعني معروفة، معروف شو بده يصير اذا انتجنا حبة شو بده يصير، اذا انتج حبتين شو بده يصير بالتكاليف، كم التكاليف كم الايرادات. هاي وهي علاقة خطية، الإيرادات علاقة خطية، كل ما حبتين ثلاث أربعة خمسة، والثابت الثابت التكاليف ثابتة علاقة خطية، هي مستقيمة ثابتة أوكي ما فيها سلوب، وهذه المتغيرة علاقة خطية برضو. إذا هذه الفرضية الأولى أوكي. The relationships are true over the relevant range of activity and specified time span. إذن the cost and revenue relationships are predictable and linear. إذن قابل للتوقع، بين علاقة بين الإيرادات والتكاليف قابل للتوقع وكذلك خطية. These relationships are true over the relevant range. هذه true over the relevant range، يعني العلاقة هون إيرادات مع تكاليف تختلف عن العلاقة هون إيرادات مع تكاليف. إذا زي ما قلنا هذا relevant range وهذا relevant range جديد، لا تأخذوني ترى أنا صايم. أوكي. B
unit selling price do not change. سعر البيع ما بتغير. C. inventory levels do not change. كمية الانفنتوري لا تتغير. تبقى ثابت. Which means يعني production equal sales. الانتاج يساوي المبيعات. Production equals sales. D. total variable costs. إجمالي التكاليف المتغيرة. Change proportionally with volume. نعم، التكاليف المتغيرة تزداد بالكمية. علبة البيبسي 15 سنت التكاليف المتغيرة، حبتين 30، ثلاث حبات 45، أربع حبات 60، وهكذا. But unit variable cost do not change. لكن ال 15 بتتغيرش. الحبة الأولى 15 سنت، الثانية 15، الثالثة 15، الرابعة 15، وهكذا. ارجعوا إلى chapter 5 part 1. Fixed costs remain constant over the relevant range of value, volume. التكاليف الثابتة تبقى ثابتة. أنا حجيب هذه الرسمة. هذه تكاليف ثابتة. ضمن الريليفنت رينج تكاليف ثابتة تبقى ثابتة ما تتغير. بيصير ريليفنت رينج ثاني برضو ثابت، بعدين ثابت، هي الثابت شوفوها هو. تبقى ثابتة. بس إذا جبنا، كانت عندنا طيارة واحدة في تكاليف ثابتة، إذا جبنا طيارتين بدها تصير تكاليف تقفز، هي بتقفز من هون لهون. هذا شو بصير؟ بصير relevant range جديد. إذا fixed cost remain constant over the relevant range of volume، هذا هو ثابت ضمن مدى relevant range الكمية. طائرة بشيل 600 راكب، على 600 راكب في تكاليف ثابتة. إذا جاء راكب جديد واحد بدك تجيب طيارة جديدة، إذا في تكاليف مختلفة، إذا في relevant range جديد. يجي مثال operating period. شو؟ وين هنا؟ إذا خلينا نرجع لهون. But unit هنا. Fixed cost remain constant over the relevant range of volume. تكاليف الثابتة تبقى ثابتة ضمن، اوكي. But unit fixed cost vary directly with volume. الفيكس كوست هلا بير يونت. طياره براكب واحد، تكاليف الطياره الثابته كلها على راكب واحد. راكبين تنقسم على اثنين، ثلاث تنقسم على ثلاث، اربعه واكب بصير تقل. شفناها بالفيديو، فيديو السابق الماتيريال رقم واحد سكشن 1. اذا اندايركتلي بطريقه عكسيه، يعني كل ما زادت الكميه كل ما قلت التكاليف الثابته. The relevant range of volume may vary based on the time frame. A relevant range of volume، الكمية تبعت relevant range، based on time frame، بناء على الزمن. Operating period اللي هي الفترة التشغيلية، يعني سنة مثلا أو سنتين. Being considered اللي بناخذها بالاعتبار، ممكن تتغير. اذا خلينا نرجع لهون ونفرجيكم الريليفنت رينج هذا. يمكن يعتمد على الكميه، يمكن يعتمد على الزمن. الريليفنت رينج هنا زي ما هو كاتب هنا. تايم فريم may vary based on time frame، يعني الزمن ممكن يأثر بالريليفنت رينج، بس الأساس الكمية اللي بتأثر بالريليفنت رينج. Therefore the classification of fixed and variable cost may vary each
تايم فريم. طبعا كلما دخلنا بريليفنت رينج جديد ممكن الفاريبل كوست تختلف عن الفاريبل كوست بريليفنت رينج جديد، والفيكس كوست تختلف عن الفيكس كوست بريليفنت رينج الجديد. الفيكس معروفة، كل سنة بدك طيارة، يمكن كل سنتين طيارة، ويمكن على عدد الركاب يزيد بدك طيارة. لكن الفاريبل كوست تزداد بير يونت، احتمال انه لما بنكون عندنا بخط الانتاج 10 مليون حبة بيبسي وبدنا نجيب خط انتاجي ثاني ريليفنت رينج جديد، احتمال نصير نجيب كميات فيها خصم، اذا دارك ماتيريال بتقل، بصير عندنا مور افيشنسي، الليبر بصير ليرنينج كيرف فيه بقل، وهكذا. وقد يحصل العكس، المهم احنا نعطي الافكار المقبولة بالمنطق، والتكاليف الثابتة معروف انها بتزيد. اذا تتغير الفيكس والفاريبل اوفر تايم، فاري ايتش تايم فريم، زمن او كمية. وعادة كمية الانتاج مش بالسهل، ما هياش سحرية انه انت مجرد ما قلت انا الان بدي اجيب خط انتاجي بده سنتين حتى تعمل امر وتودي لالمانيا والمانيا يصنعوا لك اياه ويعملوا لك الاوردر، فبتاخذ مع الزمن الامور. The revenue sales mix does not change. هنا كمان فرضية اخرى، ان الميكس بين A و B، نفترض الشركة بتنتج A و B، 500 من A و 1000 من B، اذا في عندنا بريك ايفن بوينت، شرط انه ما تتغيرش نسبة A ل B، يعني دائما 1:2، دائما بنبيع واحد ننتج وبنبيع 1:2، هذه فرضية ثابتة، لازم النسبة تبقى ثابتة 1:2، حبة من A وحبتين من B، هذه الفكرة. Time value of money is ignored، ما في قيمة حالية للفلوس اللي حتيجينا بعد سنة وسنتين وثلاث من المبيعات، ولا بدنا نصرفها كذلك، ما في قيمة حالية. إذا سموها time value of money is ignored، ما باخذوهاش بالاعتبار. إذا هاي كلها فرضيات مشان تزبط معانا فكرة البريك ايفن اناليزز أو السي في بي اناليزز. A managerial accountant is not limited to the CVP assumption in item 2. المحاسب الإداري اللي أنت بدك تصير محاسب إداري، أنت غير محدد ومكبل بالأسامبشنز اللي مروا علينا هون. On the previous page, alternative planning assumptions may be derived from sensitivity analysis. إذا في عندنا أمور أخرى قد تؤخذ في الاعتبار غير هذول اللي مرن معانا من A ل H، غيرهم أنت كمحاسب إداري ممكن تشتقهم. Planning assumptions may be derived from sensitivity analysis. شو يعني sensitivity analysis؟ أخذناه برضو بشابتر 9 من البارت الأول اللي هو تحليل الحساسية. هناك أمور أخرى يجب أن تؤخذ بالاعتبار غير اللي مر. بدك ترجع، ارجع له بقضية اليخوت لما بدنا نشتري يخت أو يختين أو ثلاثة. This process هلا بيشرح بيفسر لك observes the effects on a mathematical model. هذه العملية تلاحظ آثار المعادلة الرياضية when the input parameters change، عندما تكون المدخلات، لأنه في مدخلات وفي مخرجات، في ماتيريال حتدخل وفي output حتخرج معانا. Thus if the trade-off between fixed and variable cost has not yet been changed, been decided. Trade-off مرات ممكن انت تستغني عن بعض التكاليف المتغيرة مقابل تكاليف ثابتة. يعني مثلا
التكاليف الثابتة الكباسيتي تبعت الخط الإنتاجي. إذا هناك تريد أوف بتوين الفيكس أند فاريبل كوست هاز نوت يت بين ديسايدد. فإذا الخط الإنتاجي بده يشتغل والكباسيتي تبعته مثلا 10 مليون حبة بيبسي، ما بينفع نقول والله احنا عندنا حبة بيبسي واحدة قديش الفاريبل تبعتها. يعني ما تنطبق هذه النظرية انه والله نكتفي بالفاريبل حبة البيبسي 15 سنت وانتهينا، لانه الموضوع كله بيكون تنفيذه صعب. اذا هناك في علاقة بين الفاريبل كوست وبين الفيكس كوست، يعني بمعنى انه يو كانوت برودوس البرودكتس اذا ما في عندك طلب بالسوق حتى تطلع كمية كبيرة من المنتجات اللي تعبي لك الكباسيتي، او تطلع لك على الاقل اكثر من 50% من الكباسيتي. يكون قرارك لشراء الآلة هذه اللي بتطلع 10 مليون يكون سديد ورشيد وسليم. CVP analysis can be computed multiple times to determine the effects of various options. ممكن نحسب ال CVP اللي هي ال break even analysis multiple times to determine، عدة مرات حتى نحدد ما هي، لاحظ، ما هي الآثار لل various options اللي هم هون الاوبشنز خيارات، وكمان هون بقضية السنسيتيفيتي اناليزز. يعني انه فيما لو كان هناك مثلا اختيار يخت واحد تعقيبا على البارت الاول الشابتر 9، نعم شابتر 9، اذا في يخت واحد فاكيد في بريك ايفن مختلفة عن لو كان في عندنا يختين، عن لو كان عندنا ثلاث يخوت بالسؤال هذاك ببارت 1. نفس الكلام هنا، إذا كان عندنا خط إنتاجي أكيد في بريك إيفن على مستوى الكباسيتي، إنه يكون عندي مثلا خط إنتاجي بيطلع لي 5 مليون حبة، أو خط إنتاجي بيطلع لي 10 مليون حبة، أو خط إنتاجي بيطلع لي 15 مليون حبة. فالبريك إيفن هون، لأنه في أسعار، لأنه كل ما زادت الكباسيتي بدك تنزل بالأسعار، كل ما زادت الكباسيتي بدك تخلل بالإفشنسي تبعت الفاريبل كوست، بدك تشتري مواد خام بصير تكاليف المواد خام أقل، وهكذا الليبر بصير عندهم ليرنينج كير. هاي الأمور كلياتها بتدخل على الموضوع وبطينا اكثر من بريك ايفن في هالحالة هاي. اوكي، هذا فيما يخص النقطة الثالثة. بقول لك اوكي، المحاسب الاداري ما هو محدد بهذول من A ل H، وانما عليه ان يكون عنده حساسية، تحليل حساسية لعناصر اخرى تؤخذ بالاعتبار. ولما بكون عندي ريليفنت رينج معين على مستوى 500 او 5 مليون حبه بيبسي، طب في عندي ريليفنت رينج جديد، طب في عندي تكاليف ثابته جديد، قصه. بس انا اعطيت الافكار الرئيسيه. بريك ايفن بوينت فور سنجل برودكت، هلا بدنا نطلع قديش نقطه التعادل لمنتج واحد. اي بس The break-even point can be calculated in units and in sales dollars. يمكن يحسب بالحبة أو بالدولار، بالفلوس، فلوس المبيعات، كمية المبيعات بالفلوس، وكمية المبيعات بالحبة. The simplest calculation for break-even units، أسهل حسبة للbreak-even in units is to divide، تقسم التكاليف الثابتة fixed cost by the unit contribution margin على الـ UCM، الـ unit contribution margin. إيش هي الـ unit contribution margin؟ الـ price، هيها unit sales price ناقص الـ unit variable cost. عندك الحبة
سعرها 10، تكاليف المتغيرة 6، معناته 10 ناقص 6 يساوي 4، إذا اليونت كونتريبيوشن مارجن تساوي 4. إذا بريك ايفن بوينت ان يونتس تساوي بالحبة تساوي الفيكس كوست على اليو سي ام. الفيكس كوست قديش عندك تكاليف ثابتة، لأنه أنت بدك تطلع تغطي التكاليف المتغيرة اللي هي الفاريبل كوست هاي اللي قلنا عنها قبل شوي 6، مش بتبيع ب 10 بتغطي الستة، غطيتها بظل عندك 4 ربح بالحبة الواحدة، الأربعة بتروح تغطي فيهم تكاليف ثابتة، لذلك التكاليف الثابتة قسمناهم على الأربعة هذول. نفترض عندي 100,000 على 4، معناته بده 25,000 حبة أنتجها وأبيعها حتى أغطي، حتى أصير عندي بريك إيفن، يعني نقطة تعادل تساوي الأرباح تساوي صفر والخسائر تساوي صفر. The break even point in sales dollars equals نقطة التعادل في المبيعات بالدولار equals fixed cost divided، هي الفيكس كوستس divided by the contribution margin ratio. شو بتعمل؟ بتعمل بالأول، مش طلعت معك الأربعة قبل شوي، احنا هون طلعت الأربعة UCM unit contribution margin على اليونت برايس على 10، 4 على 10 40%، بتقسم الفيكس كوست اللي هي 100,000 على 40%، اذا هاي 40% ريشو، هذه 4 فلوس دولار، 4 دولار رقم، اوكي. اذا هنا طريقتين، واحده لاحتساب نقطه التعادل اللي هي بالكميه، وواحده لاحتساب نقطه التعادل بالفلوس. طبعا المثال حيكون افضل بفهم هذا الكالكوليشن او هذه الكالكوليشنز. A manufacturer's example 10-1 break even point، هي ملخص لبريك even point، one product منتج واحد. A manufacturer's product has a unit sales price of 60 cent، اذا منتج من مصنع معين سعر بيع الحبة منه 60 سنت، and the unit variable cost 20 سنت. Fixed cost are 10,000، تكاليف الثابتة. هلا بنيجي للسيلينج برايس، unit selling price 60، بنشيل الفاريبل minus unit variable cost 20، بظل اليونت contribution margin 40، بس 40% يعني 40 سنت. طيب البريك ايفن بوينت، هيا شوفوا البريك، اذا بدك تشوف الكلمات هيها بريك، واي اي ايفن، واي بي بوينت ان يونتس تساوي فيكس كوست على يو سي ام اللي هي 10,000 على 40% او 40 سنت. 10,000 على 40% بيطلع 25,000 حبه لازم ننتج ونبيع حتى نصفر، بمعنى نغطي تكاليفنا، لا ربح ولا خسارة. بس بالفلوس، هلا هاي باليونتس، بالفلوس بدنا نطلع نسبة الكونتريبيوشن مارجن للسعر تبع البيع. شوف هون the manufacturer's contribution margin ratio is 66، هاي الأربعين هاي بتقسم مع الستين، 40 على 60 منسوبة لسعر البيع، هاي لسعر البيع لأنه دائما ينسب لسعر البيع، وهذا بدك تنسبه لسعر البيع ما عندنا مشكلة. إذا إحنا هدفنا اليو سي ام تنسبه لسعر البيع، كم تساوي؟ 66% و66%، 66.66%، لأنه قسمت ال 40% هاي اللي هي 40 سنت على 60 سنت، أوكي؟ طيب بريك إيفن بوينت إن دولارز بتقول فيكس كوست تقسيم سي ام ار، ار يعني ريت، كونتريبيوشن مارجن ار يعني ريت، لاحظ هون يونت كونتريبيوشن مارجن، يعني كونتريبيوشن مارجن بير يونت، هاي فلوس هنا ريت، فراح قسم ال 10,000 على 667، 6667 ثلاث ستات اربع ستات سبعه، بيطلع 15,000 دولار، لازم نبيع ب 15,000 دولار حتى نحقق نقطه التعادل. إذا أمامنا خيارين،
يا من بيع ب 25 ألف حبة، يا من بيع ب 15 ألف دولار. كيف؟ طب اضرب هاي 25 ألف في 6، هاي سعر البيع، هاي 25 في 6، 2 في 6 ب 12، 5 في 6 ب 3 بيطلع 15. إذا ضربت هذا الرقم بالست لسعر البيع بيطلع هذا الرقم نفسه، ما فيها. أوكي؟ طيب مارجن اوف سيفتي، شو بسموه مارجن اوف سيفتي؟ هامش الامن او الامان. The margin of safety is the excess of budgeted sales over break even sales. مرات الاداره بتقول لك يا عمي نعمل خطه انه احنا بدنا نعمل بريك ايفن، بس بدنا شويه ارباح فوق، بدنا شويه ارباح. اعملوا لي خطه انه نربح 30,000 مثلا، هذه بسموها المارجن اوف سيفتي 30,000. اذا the margin of safety is the excess of budgeted sales over break even sales. بدك تعمل بجت على انك تبيع مبيعات اكثر من البريك ايفن بتحقق ربح 30,000. لتحقق ربح 30,000. It is the amount by which sales can decline before losses occur. شو يعني؟ يعني احنا لما بنشتغل على 30,000 مهما انضربنا بنكون احنا بننضرب بالارباح، ما بننضرب بنصير نعمل خسائر. مهما ضبطت خطة التسويق تبعنا، ما تنشطوا ودوا بالمبيعات، الكواليتي ما كانت مضبوطة، الضربة وين بتيجي؟ الديكلان وين بيجي؟ بمبيعاتنا لما بعد البريك ايفن. فلن يعني نتضرر لا ماديا ولا نفسيا، والله صرنا نحقق خسائر. فأنت لما بتحط هدفك أوكي إنك مثلا تصل الوقت الفلان، تصل المدرسة الساعة 7 بالضبط، احتمال ما تصل الساعة 7، بس قول لا أنا بدي أصل المدرسة الساعة 7 إلا ربع. فكيف ما تلخبطت مشوارك في الطريق في السكة زي ما بقولوا، كيف ما تلخبط هذا المشوار أنت حتصل على 7. يعني هي اسمها سيفتي. فالهدف انه الشركة لازم تحط خطة بحيث انها تحقق مبيعات اكثر مما بدها تغطي بس التكاليف وتعمل بريك ايفن. اذا it is the amount by which sales can decline before losses occur. فانت لازم تحط رقم بحيث انه لو انخفضت المبيعات ما تصير عندك لص، تصير عندك انخفاض للارباح. Margin of safety يساوي planned sales ناقص break even sales. إذا هو أكثر من break even. The margin of safety ratio نسبة show the percent of which by which sales can decline before the break even point is reached. قبل ما يصلوا لبريك ايفن، يعني بصير الإحباطات دون أن نصل لبريك ايفن. لو وصل لبريك ايفن معناته في خسائر. margin of safety ratio تساوي margin of safety على ال planned sales، ال planned sales المبيعات المخططة. طبعا إذا ما شفنا المثال ما راح نفهم القواعد اللي فوق. ال margin of safety example 10-2 in units margin of safety يساوي planned sales ناقص break even sales. إذا إحنا مخططين انه نبيع 35,000 وعارفين انه البريك ايفن 25,000. اذا شو بصير معناته؟ معناته السيفتي 10,000. كيف ما نقصت المبيعات بتكون ضمن العشر، بكون احنا مرتاحين انه الخسائر ما في. مارجن اوف سيفتي ريشيو تساوي مارجن اوف سيفتي على البلان سيلز اللي هي ال 10,000 على كل المبيعات. إذا الهامش تبعنا 28.6 بالعشرة بالمية، هذا المارجن اوف سيفتي. ان دولارز المارجن اوف سيفتي تساوي
بلانت سيلز ناقص بريك ايفن سيلز تساوي 35 ضرب 60. تمام؟ هي 60 سعر البيع، 35 في 60 ناقص ال 15 اللي طلعناها قبل شوي البريك ايفن تبعت الدولارز، بصير عندي 6000 الجواب. اوكي، اذا المارجن اوف سيفتي 6000، لاحظ 10000، هاي اضربها في 60% بيطلع 6000 زي ما عملنا هون، اضرب هاي في 60% بيطلع 15000، هاي نفس الاشي عندك 10000 اضربها ب 60% بيطلع 6000، لازم نبيع اكثر من نقطة التعادل ب 6000 دولار. كيف ما تلخبطت برامجنا ولم نستطع ان نحقق هدفنا من كون الخسارة النقص الديكلان ضمن الستة مش ضمن اللوس، ما بروحش على اللوس. المارجنال اوف سيفتي اور مارجن اوف سيفتي ريشيو تساوي مارجن اوف سيفتي على البلان سيلز 6000 على 21000 تساوي 28%، نفس الجواب تبع اليونتس 28%. اذا شو معناته؟ معناته انك ستحقق 28% زياده على البريك ايفن بوينت من كم؟ من المبيعات تبعتك كلها. اذا كيف ما نقص ال 28%؟ حتى لو صار صفر بتظل انت ما عندك لص، عندك بريك ايفن. هذه على فكره معلومه جديده ما كانت تعطى في الكتب القديمه، ديروا بالكم عليها. المارجن اوف سيفتي بالنسبه اللي هي 28.6%. من كل لحد هون خلصنا من الفيديو رقم 1 بتاع الماتيريال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.